في مباراة لا تقبل القسم على اثنين استقبل فريق مولودية بجاية فريق مولودية العلمة بشعار الفوز ولا غير من أجل رد الاعتبار والتصالح مع الأنصار الوفية لفريقها رغم البداية المتعطرة في الجولات السابقة، وهو ما جعل أشبال المدرب رحمون يدخلون اللقاء بقوة. 3 دقائق عمل ثنائي بين يايا وأكرور الذي يقدم كرة على طبق لرحال، هذا الأخير كرته تجانب القائم الأيسر للحارس أسري، فيما اكتفى أبناء يعيش بالدفاع والاعتماد على الهجمات المعاكسة. ينتظر أنصار الموب إلى غاية الدقيقة 40 والتي عرفت عرقلة رحال من الحارس أسرير. حمودي يعلن ضربة جزاء يتولى تنفيذها يايا العارضة الأفقية تردها وسط ذهول للجماهير التي لا تفهم ما يحدث لفريقها حتى في بداية الشوط الثاني الذي ضيع فيه أبناء يعيش ما لا يضيع. على غرار هذه الفرصة حمتي وجها لوجه مع زايدي، هذا الأخير يرد الكرة ببراعة. 63 خطأ من خديس في رد الكرة يستغلها درارجة يتوغل على الجهة اليسرى يوزع تجد كرته شيخ الذي يسكنها الشباك في سيناريو منتظر. ليتوالى اللاعب العشوائي لزملاء القائد أكرور في الاعتماد على الكرات العالية وهو ما ساعد الدفاع في رد الكرات، ولكن إذا لعبت الكرة بالطريقة التي تحبها فإنها ترد لك الجميل، وهو ما عشناه في هذه اللقطة التي ردها القائم الأيمن لأسرير لتجد الكرة رحال الذي يسدد بقوة معدلا النتيجة. الهدف كان في الدقيقة 62 ليبدأ بعدها المد البجوي على دفاع العلمة الذي كان محصنا مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة والتي كللت إحداها بهدف لحميتي على مرتين بعدما استلم كرة من المايسترو همامي. كان ذلك في الدقيقة 86 هدف أخلط أوراق الأنصار التي لا تفهم ما يحدث لفريقها في حظيرة الكبار. ينتهي اللقاء بفوز كبير للعلميين الذي يخرجهم من عنق الزجاجة في هذه الجولة. البريمير ميتون سورتو البينالتي راتي بار الموب اللي خلات الجروب بيان موتيفي اللي حاولنا في الشوط الثاني شفنا باللي